الجزائريه يا اخي. محمد مطالبه بالانضباط اكثر، مطالبه بالانضباط، وخاصه عدم استعمال الالعاب الناريه وهذه الشماريخ لانها تمثل خطر للشخص بذاته اللي يستعملها وللجمهور، والمقابلة الجاية وكان لا قدر الله يعودوا يستعملوا تكون عقوبة أكثر صرامة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لهذا الشيء إن شاء الله يضبطوا النفس، ينصروا الفريق الوطني، عندنا جمهور ممتاز حماسي ومتصورة حسنة كما قال، ممتازة مش غير حسنة ممتازة، إن شاء الله يفيتوا هذه الألعاب النارية اللي راح تسيء للفريق الوطني وتسيء خاصة ليهم هما كمناصرين، راح يتفادوا أشياء عقوبة.